عند قمم الصبر كان مقامها، وفي ربوع الأنين غدا تقلبها، غصص آلام وجراحات. إنها الزهراء، إنها بضعة الرسول. سنقف أمام باب الحزن ونستمع منها آهات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله الأمين محمد المصطفى وآله الطاهرين الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. يا باب فاطمة لا طرقت بخيفة، ويد الهدى سدلت عليه حجابا، أوها عليك فما استطعت تصدهم، لما أتوك بنو الضلال غضابا، فهناك قد جعلوا النجاة بعنق من مدوا له يوم الغدير رقابا، سحبوه والزهراء تعدو خلفه، والدمع أجرته عليه سحابا، فدعتهم خل ابن عمي حيدر أو أكشفن إلى الدعاء نقابا. صلوات الله وسلامه على مولاتنا السيدة فاطمة الزهراء وعلى بيت الوحي الذي نشأت وترعرعت في أحضانه، البيت الذي كان بكل آن مهبط الأملاك فيه، تقبل أعتابه وتنحني إجلالاً لمن فيه. كيف لا وقد نشأت فيه من خلقت السماوات والأرضون إكراماً له، البيت الذي اختصه الله سبحانه بآية التطهير فصار قرآناً يتلى آناء الليل وأطراف النهار. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولكن هل رعيت حرمة هذا البيت ومن فيه؟ محطات نقف فيها مع سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام في أحزانها وآلامها، نستمع فيها إلى آهاتها، فنسكب العبرات لعظيم ما جرى لها، ولكن لنا فيها عبرة ودرس بليغين مع صبرها وثباتها. رغم شديد المحن يبقى رضا الله سبحانه هو الغاية والهدف الذي من أجله تجرعت كل ألم، حتى صار علقمه شهدا تقربا للمعبود. محطة اليوم أعزائنا المشاهدين مع الزهراء عليها السلام في دفاعها عن الولاية والإمامة، بنصرتها لولي الله أمير المؤمنين عليه السلام في حقه المغصوب في خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد جعل الله للدعوة إليه وتحمل المشقة والأذى في سبيله سبحانه وإعلاء دينه والسير إليه في طريق العودة والرجوع بالإنسانية إلى العقل، وجعل نصرة خلفائه في أرضه عليهم السلام عباداً مخلصين مسددين منه سبحانه، عباداً معدنهم من نور وقلوبهم يملأها الحب له وفيه سبحانه، همهم إرضاؤه وأن يكونوا أوعية لمشيئته سبحانه، ومخصصاً لتحقيق إرادته تعالى في هذا العالم الجسماني الذي ما عصي سبحانه إلا فيه ولم ينظر إليه عز وجل منذ خلقه. وسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام هي الفيض الإلهي وقبس من معدن النور، وأول من قبلت واختيرت سلام الله عليها لافتتاح قائمة شهداء حاكمية الله بعد رحيل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الشهداء الذين ضحوا بشخصياتهم وبأجسادهم في سبيل الدفاع عن دين الله وعن خليفته المنصب من قبله سبحانه. ودافعت الزهراء عليها السلام بكل ما أوتيت من قوة وطاقة عن تنصيب علي عليه السلام خليفة لله ورسوله صلى الله عليه وآله، وإماما للأمة وحاكما للدولة في ظروف صعبة جداً بعد انقلاب الأمة على آل النبي عليهم السلام
وكثرة العدو وقلة الناصر. كانت الزهراء عليها السلام على ما نزل بها من البلاء وعلى ما تعيشه من المصاب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يحمله جسدها الواهن من جراحات تدور في ظلام الليل على بيوت المهاجرين والأنصار، وتطرق الأبواب باباً باباً وتدعوهم لنصرتها. وهذا أمر عندما يتكلم به الإنسان يعتصر قلبه ألماً ويكاد يجزع له. فالزهراء عليها السلام بمقامها الشامخ وبعزها الذي لا يرقى إليه عز، وببيتها الذي كان أول بيت يستقبل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدينته عندما يعود إليها، وآخر بيت يودع منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدينته عندما يخرج منها، ذلك البيت الذي طالما وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بابه ليقول ويؤكد أن هذه الآية نزلت بحق هذا البيت، ويتلو قول الله جل ذكره: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الزهراء الكريمة العزيزة تخرج من بيتها لتطرق الأبواب ولتطلب النصرة، وهم بمنتهى التخاذل، وعندما تخاطبهم لا تخاطبهم خطابا جمعيا لئلا يتأثر بعض المتخاذلين بتخاذل البعض الآخر ويشيع جو التخاذل بينهم، ولكن مع ذلك لم تكن النتيجة إلا الخذلان. ورغم ذلك لم تتقاعس صلوات الله عليها عن أداء هذا الدور، بل أدته بكل همة واجتهاد. وعلى ضوء هذا الدور الكبير يمكن أن نفسر ما ورد عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام من قوله: نحن حجج الله على خلقه، وأمنا فاطمة حجة الله علينا. فإنها عليها السلام أقامت الحجة للقاصي والتاني على إمامة حجة الله على الخلق عليهم السلام، فكأني ببنت رسول الله تستنصر المسلمين وتحرضهم على الوقوف إلى جانب الوصي لاسترجاع حقه الإلهي. يا ترى كيف كان خروجها سلام الله عليها؟ لما كان الليل حملني علي زوجي على دابة وأخذ بيد ابني الحسن والحسين، فلم ندع أحدا من أصحاب أبي رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أتيناه في منزله، فأناشدهم حق علي أمير المؤمنين وأدعوهم إلى نصرته، فما استجاب منهم إلا أربعة، أما الآخرون فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، قد مضت بيعتنا لأبي بكر، ولو إن زوجك وابن عمك سبق إلينا قبله ما عدلنا به. فيقول لهم زوجي وصي رسول الله صلى الله عليه وآله ردا على عذرهم: أفكنت أدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته لم أدفنه وأخرج أنازع الناس سلطانه؟ وكنت أدعم قول زوجي وأنصر حجته، فأقول لهم بعد قوله: ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له، وقد صنعتم ما الله حسيبكم وطالبكم. كان جل همها سلام الله عليها إقامة الحجة وهداية من أراد الهداية من الناس، وبعد أن بان لها انحراف الأمة عن وصية رسول الله وخذلانها للحاكم الذي نصبته السماء، وعقدت لها الأمة بيعتها بعد إعلان رسول الله لخلافته، أصبح هذا الحاكم بين أمرين: إما أن يرضى بما أفرزته شورى السقيفة وحاكمية الناس قبال حاكمية الله، أو أن يقتل. وهكذا هجم القوم على دار الزهراء عليها السلام لإجبار علي على البيعة، وحصل ما حصل، وأخرجوا علي عليه السلام مقيدا والزهراء مخشيا عليها بعد كسر الضلع وإسقاط المحسن. ومع كل هذه الآلام لم تنتني بضعة الرسول الهمام عن هدفها في إرجاع حق الوصي المغتصب ونصرة شريعة السماء المضيعة، فقامت بدورها الرسالي
في حماية إمام الأمة أمير المؤمنين عليه السلام من القتل ومن البيعة التي هي قتل معنوي لأمير المؤمنين أولاً ولخلافته ثانياً، أي أنها حمته من أن يقتل إذا رفض البيعة، وإذا قتل فإن صاحب الحق سيغيب بعد أن غيب حقه، فتزول حقوق الخلافة بدرجة أعلى بكثير مما كانت عليه. والإمام إنما لم يبايع لئلا يقول القائلون أن علياً بنفسه قد بايع، فلماذا تنكرون الخلافة لغيره؟ فالزهراء عليها السلام حققت هدفها في هداية الناس وإلقاء الحجة عليهم، ونصرت ودافعت عن أمير المؤمنين عليه السلام، كما يروي لنا التاريخ أنها خرجت خلف أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن أفاقت من خشيتها لما نزل بها من الدفاع في مقابل العصابة التي اقتحمت الدار لإخراج أمير المؤمنين وهي المرأة المخدرة. خرجت لتدخل في المعركة وتدافع عن أمير المؤمنين حتى يفهم القوم خطورة الأمر ويستعدون لارتكاب أشد ما يتمكنون من ارتكابه في حق الزهراء عليها السلام، وفي حق جسدها، وفي حق قرطها، وفي حق جنبها الذي وكز بالسيف من أجل أن ترجع. لهف نفسي كيف كان حال مولاتنا البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء عند خروجها وهي تعاني من كل هذه الآلام الجسدية والنفسية. خرجت وأنا واضعة قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رأسي أخيدة بيد ولدي، فبكيت وصحت، فما بقيت هاشمية إلا خرجت معي، فصرخت وولولت وناديت: ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لا أكلم عمر حتى ألقى الله، خلوا عن ابن عمي، ما لي ولك يا أبا بكر؟ أتريد أن تؤتم ابني وترملني من زوجي؟ والله لئن لم تكف عنه لأنشرن شعري ولأشقن جيبي ولآتين قبر أبي ولأصيحن إلى ربي، فما صالح بأكرم على الله من ابن عمي، ولا ناقة صالح بأكرم على الله مني، ولا الفصيل بأكرم على الله من ولدي. فقال علي عليه السلام لسلمان: أدرك ابنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإني أرى جنبتي المدينة تكفئان، والله إن نشرت شعرها وشقت جيبها وأتت قبر أبيها وصاحت إلى ربها لا يناظر بالمدينة أن يخسف بها وبمن فيها. فأدركني سلمان رضي الله عنه فقال: يا بنت محمد، إن الله بعث أباك رحمة فارجعي. فقلت: يا سلمان، يريدون قتل علي، ما علي صبر. فقال سلمان: إني أخاف أن يخسف بالمدينة، وعلي عليه السلام بعثني إليك يأمرك أن ترجعي إلى بيتك. فقلت: إذن أرجع وأصبر وأسمع له وأطيع. واستمر سلام الله عليها في المطالبة بتركة رسول الله صلى الله عليه وآله والخير الكبير الذي خلفه من بعده، وإن كانت منه أغض فدك، إلا أن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم بكثير من ذلك، وهو خلافة الله في أرضه، أي الحكم والملك الإلهي. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا ما بينه وأحكمه ابن فاطمة الزهراء السيد أحمد الحسن اليماني الموعود قائم آل محمد وصي ورسول الإمام الحجة عليه السلام إلى الناس كافة في قوله: الأنبياء عليهم السلام لا هم لهم في الدنيا وجمع تراثها، ولكن ربما حصل لسبب ما أن يكون شيء من تراث الدنيا في حوزتهم، ولذا فهم في الغالب لا يتركون لورثتهم شيئا من تراث الدنيا، فهم لا يورثون، أي
إنهم لا يهتمون بجمع شيء من تراث الدنيا لورثتهم، إنما يورثونه الأنبياء عليهم السلام من العلم والحكمة وخلافة الله في أرضه لمن يخلفهم من أوصيائهم، لا يترك لما يورثونه من تراث الدنيا لورثتهم قيمة مهما كان كبيراً عند المقارنة. انتهى كلام الإمام عليه السلام. كما أكد أعزائي المشاهدين هذا الأمر وبينه السيد أحمد الحسن سلام الله عليه في موضع آخر من أسفار فيضه الرباني وحكمته اليمانية. أما فيما يخص خليفة الله في أرضه أو رسول الله بالخصوص، فواضح أنه يترك خيراً كثيراً وهو منصب خلافة الله في أرضه بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وخليفة الله هو طريق إيصال التكليف للناس، فكيف يترك الوصية بمن يخلفه؟ انتهى كلام الإمام عليه السلام. وبهذا يتبين متابعين الأفاضل بأن فاطمة الزهراء عليها السلام لم تظهر في الدين بدعة من البدع، ولا في خبر خلافة علي عليه السلام نادرة من النوادر، بل هي فقط تذكر الأمة بما أعلن به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوس الأشهاد في مناسبات عدة، منها يوم غدير خم يوم نزلت آية إكمال الدين بتنصيب الخليفة الإلهي علي بن أبي طالب عليه السلام. لكن هذا التذكير والاستنهاض الفاطمي لنصرة علي عليه السلام من الأمة التي بدلت بعد نبيها بهذه الطريقة الفردية والشخصية لم ينفع، وما وجدت من الناصرين المحلقين رؤوسهم لجهاد المتوثبين على تراث الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا 4 نفر. فهل تركت الأمر بالمعروف كله والنهي عن المنكر كله بأبي هي وأمي؟ هل استسلمت؟ أبداً لم تفعل الصديقة الشهيدة، بل بذلت طريقاً جديداً هو طريق الإعلان في المجلس العام في مسجد أبيها صلى الله عليه وآله وسلم الذي يعتبر مقر الحكم الرسمي. خطبت هناك فكانت شعلة الحق التي عرت الباطل وفضحت مخططاته، فعرفت عن نفسها لتذكر الأمة بأبيها وبمكانتها منه صلى الله عليه وآله، والتي طالما أعلن عنها أمام الجميع، وبينت من دون دبس ولا شك مكانة زوجها عليه السلام وسبقه وفضله على القوم جميعا، ألقت الحجة عليهم بأوضح بيان وأبلغ برهان. يتراءى أمام ناظري ذلك المشهد لسيدة النساء وهي تلقي خطبتها أمام الأمة التي خذلت نبيها، ليت شعري كيف كان حالها وهي السيدة المخدرة أمام جمع من الرجال المنقلبين على أعقابهم. أيها الناس، اعلموا إني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله أقول عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون رجالكم، ولنعم المعزي إليه صلى الله عليه وآله، فبلغ رسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم، آخذا بأكظامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسر الأصنام وينكث الهام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضر، ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيض النفاق، وانحلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماس، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع، وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون الورق، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم،
فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله بعد اللتي والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن للشيطان وفغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من رسول الله سيد أولياء الله، مشمرا ناصحا مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار، وتنكصون عند النزال وتفرون عند القتال. هكذا مضت الزهراء سلام الله عليها في تحقيق هدفها المقدس، سلكت كل طريق واتبعت كل وسيلة أتيحت لها سلام الله عليها من أجل النهوض بالأمة المنقلبة على الأعقاب، علها تعيدها إلى جادة الحق، إلى شريعة السماء، إلى سنة النبي المطيعة، لتترك لنا شعلة الحق التي لا تنطفئ على مدى الأزمان، فنقتبس من نورها ما يضيء لنا ظلمة الطريق في نصرة حجة الله في أرضه، ولزوم نهجه القويم، والسير في طريق الحق وإن قل سالكيه. ولما تعذرت عودة الأمة إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وإرجاع الخلافة المغصوبة إلى صاحبها الشرعي لقلة الناصر، مضت سيدة النساء شهيدة من أجل الهدف المقدس، لتفتتح سجل قافلة شهداء حاكمية الله في أرضه. متابعين الكرام، كانت هذه وقفة سريعة مع سيدة النساء عليها السلام في آهاتها وأحزانها، وحتى نلتقيكم في محطة أخرى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.